السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعاً وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في قناتي المتواضعة، حيث نتكلم بالعلوم بشكل عام. اليوم بإذن الله سنتكلم عن الأقمار الصناعية، والسبب بهذا الموضوع، اختيار هذا الموضوع، هو أنه أتتني أسئلة كثير في هذا السياق بالتحديد، وكانت دائماً وطبعاً هناك دائماً تشكيكات من جماعة الأرض المسطحة أنه لم يستطع أحد أن يضع أقمار صناعية. طبعا هذا التشكيك ضعيف جدا الاستدلال به، لأن احنا نعرف الأقمار الصناعية شفناها وخرجت، وهناك ناس من هواياتها تصوير الأقمار الصناعية، وبالتالي من الصعب على الإنسان أن ينكر حقائق موجودة. وصلنا أن إخراج الأقمار الصناعية تكلفة باهظة جدا، وهو علم رهيب، علم ليس بعلم بسيط، ويمكن الاستدلال على وجود الأقمار الصناعية بطرق عديدة، منها الاستدلال بالنظر. هناك ناس عندها تلسكوبات وهوايتها تتبع الأقمار الصناعية. طبعا الأقمار الصناعية هذه زمان كانت موجودة أونلاين، هناك أماكن تضع لك مساراتها، ويمكن للناس العارفة بطرق حساب المدارات إيجادها بكل سهولة. وحاليا صار في برنامج على التليفون آب مع أوغمنتد رياليتي يظهر لك وين مكان القمر الصناعي بالضبط في السماء. طبعا هذا شيء بسيط جدا وليس حتى بذلك التعقيد، لكن العمليات الحسابية تحتاج إلى بعض الخبرة فيها. طبعا بالإضافة إلى هذا الشيء، بالإمكان دائما رصد الإشارات القادمة. أنت عندما تأتي لك إشارة تستطيع تحديد مكانها، وخصوصا إذا كان عندك أجهزة حساسة، فالأجهزة الحساسة هي تحدد أنت مكان الإشارة من أين، ثم تنظر إلى السماء فلا تجد أي شيء هناك، فتعرف أن هذه الإشارة قادمة من السماء. يقول بعض الناس أنها منعكسة عن الأيونوسفير، لا تنعكس كل الموجات عن الأيونوسفير، الموجات التي تستطيع الانعكاس عن الأيونوسفير هي ما تحت 50 ميجاهرتز، حتى موجات الاف ام لا تنعكس عن الايونوسفير، ولا موجات التلفزيون، كل هذه الموجات تحتاج الى لاين اوف سايت، خط مباشر بينك وبين الانتين حتى تستطيع ان تحصل على الاستقبال. طبعا انواع الاقمار الصناعيه كثيره، هناك اقمار صناعيه في مدارات منخفضه، وهذه مثل اقمار إيريديوم للاتصالات، اقمار الجي بي اس بانواعها، لان اقمار الجي بي اس من عده دول وليست فقط امريكيه، هناك قمر جي بي اس من امريكا، هناك جلوناس من روسيا، هناك بايدو من الصين، هناك غاليليو من الاتحاد الاوروبي، هناك اي ار ان اس اس من الهند. كل هدول هذه وضعت اقمار في مدارات منخفضه للمساعده في تحديد المواقع على الارض باستخدام تقنيه الجي بي اس او التقنية التي طوروها فقط من أجل هذا الموضوع، هذا شيء جميل. طبعا بالإضافة لأقمار الاتصالات المنخفضة، هذه الإيريديوم تستطيع من خلالها أنك تستعمل ساتلايت فون في أي مكان على الأرض، ويوجد تغطية في كل مكان على الأرض، من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي، من كل وحول الكرة الأرضية في أي محل. يشبهه في نظام الثريا، الشباب الذين يطلعون مثلا إلى منطقة الربع الخالي الخالي بالسعودية، طبعا هناك لا يوجد تغطية خلوية، أو في مناطق صحراوية مثلا في صحراء العراق، في الصحاري البعيدة جدا عن التغطية يطلعون، أو في البحر في عرض البحر، إذا كانوا في منطقة تغطية الثريا يستخدمون هواتف الثريا، ولا يوجد عندهم أي مشكلة، التليفون شغال، وحتى يمكنهم حتى الحصول على خدمة الإنترنت عن طريقه. وطبعا لا يوجد ولا أي نوع من الخدمات في تلك المناطق، ولا أبراج اتصالات، ولا توجد أبراج اتصالات لأحيانا لمئات الأميال، وخصوصا في البحر، في عرض البحر، من أين يأتون لك بالإنترنت في عرض البحر؟ هناك بينك وبين أقرب بر مثلا، إذا كنت في عرض المحيط الهادي، أقرب بر وأقرب مكان يمكن أن تحصل منه على إشارة يكون مثلا 3000 ميل، رقم مرعب. على العموم، هذه الأقمار في المدارات المنخفضة. هناك أقمار في مدارات أعلى، كل منها له غرض. عادة المدارات الأعلى يحاولون دائما أن تكون أقمار متخصصة، إما في الطقس مثلا، حتى أنها تبقى تشاهد نفس المشهد من الأرض دائما، ف
فتعطينا مثلا صور عن الأحوال الجوية وتساعد في التنبؤات، أو تكون أقمار اتصالات. أقمار الاتصالات هذه قبل أن يكون هناك فايبر أوبتيك، يعني اللي هي الاتصالات الفايبرية تحت المحيط، لم يكن هناك أي طريقة للاتصال حول العالم إلا عن طريق الأقمار الصناعية. ويمكن أن تسأل مثلا الكبار في العمر في الثمانينات والسبعينات عندما كانوا يطلبوا ترنك، يقولوا عنه يطلبوا اتصال دولي خارجي، وكان باهظ الثمن جدا. تحتاج أن تتصل مثلا في أمريكا تكون الدقيقة مثلا بدينار أو بخمسة دنانير، رقم كبير جدا وكانت باهظة. وحتى من أمريكا كانوا يتصلوا، كان الأسعار غالية جدا لأن الاتصال كان يتم عن طريق الأقمار الصناعية، ولم يكن بعد هناك ألياف تحت المحيط مثلا وبين الدول. هذه الألياف بدأت بالانتشار بشكل عالمي في التسعينات تقريبا مع الإنترنت، لكن قبل ذلك كانت محدودة جدا وكانت لا تصل كل الدول، لكن كان الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية يصل كل الدول. والأجيال الأكبر من الشباب الحاليين يستطيعون أن يشهدون لك بكيفية طريقة الاتصال في الماضي. ثم بعد هذا هذه الأقمار التي في هذه المدارات العالية هي تسمى مدارات متزامنة مع دوران الأرض. كيف؟ يعني هو القمر يدور بنفس سرعة دوران الأرض حتى يبقى كأنه في نفس المكان دائما. هو ليس ثابت، هو يتحرك ويدور حول الأرض، لكن تصادف أو يتم تحديد مكانه اعتمادا على سرعة دورانه حول الأرض. يعني يتم وضعه في مكان يكون فيه دوران حول الأرض متزامن مع دوران الأرض حوالي 36 ألف كيلومتر. على هذا الارتفاع يكون دوران القمر متزامن مع البقعة التي هو فوقها على الأرض، ويكون فوق خط الاستواء يغطي تلك المنطقة. يحتاجون إلى ثلاث أقمار حتى تغطي العالم كامل إذا كان في عندهم بث كامل مثلا حول العالم. وهذه المنطقة من الأقمار أصبحت مزدحمة، يعني صار هناك كثير من الأقمار الصناعية التي تحتل هذه المنطقة لأنها مهمة، يعني هي لها قيمة يعني بالاتصالات مهمة جدا. أنت دائما تريد أن تتصل مع مكان واحد ولا تريد أن تغير مكانك، ولهذا تجد كل أقمار التلفزيونات هناك. وفي الماضي إذا تسأل حد من الناس الذين عاصروا بدايات استخدام التلفزيون عن طريق الأقمار الصناعية في التسعينات، كان على الناس أن يغيروا مكان اتجاه اللاقط، مرات إلى الشمال، مرات إلى الغرب، مرات إلى الشرق، في دائرة دائما هذه الدائرة يغيرون من الشرق إلى الغرب حتى يستطيعوا أن يحصلوا على مثلا القمر، إما قمر مثلا فوق المحيط الهندي، أو قمر فوق المحيط الأطلسي، أو قمر مثلا فوق يعني المحيط الهندي منطقة مثلا أقرب إلى الصومال أو شيء مثل هذا النوع. يحركون القمر بهذه الاتجاهات حتى يستطيعون اللاقط بهذه الاتجاهات حتى يحصل على الإشارة. طبعا هناك أقمار صناعية تدور في مدارات أبعد وأعلى من هذه المدارات، لها اختصاصات أخرى. يعني مثلا هناك قمر يدور على بعد مليون ميل، يعني هذا أبعد من القمر المكان الذي يدور فيه، في نقطة خاصة تتعادل فيها جاذبية الأرض مع جاذبية الشمس. هذه النقطة هي يعني مهمة جدا لأنها تسمح بدراسة الأرض بشكل، يعني يبقى هو دائما يدور مع الأرض من بعيد، ويستطيع أن يصور مثلا أشياء معينة مثلا على القمر والأرض معا في نفس الوقت. ولهم صور جميلة جدا والقمر يمر أمام الأرض، وهذه يعني من الأحداث النادرة أنك أنت تصور القمر والأرض في نفس الوقت. طبعا هناك أقمار في مدارات إهليجية أو اللي هي بيضاوية مختلفة. هذه الأقمار يكون أيضا لها تخصص معين، هي تحاول أن تدرس شيء معين، مثلا تدرس حزام فان ألن، تدرس النشاط الإشعاعي، مثلا تدرس احتمال أن يكون قمر متخصص في إعادة بعض السامبلز، يعني هو يحصل على بعض العينات من الفضاء من مكان بعيد جدا مثلا، وعندما يقترب من الأرض يترك هذه السامبل تهبط إلى الأرض ويكمل هو الدوران حول الأرض. هناك أقمار صناعية تدور حول القمر، وهذه لا نعلم ماذا نسمي قمر صناعي يدور حول قمر، يعني جديدة علينا،
لكن هو موجود. هناك أقمار صناعية مثلا ياباني وصيني وأوروبي وأمريكي يدورون حول القمر، يصورون القمر، يعملون أبحاث، يرجعون لنا معلومات تفيدنا هذه المعلومات بشكل أو بآخر، خصوصا في مراحل استكشاف القمر القادمة. هناك أقمار صناعية أو مسبارات في هذه اللحظة تكون تدور حول كواكب أخرى، حول المريخ وحول المشتري، وكان هناك واحد حول زحل، وكان هناك أقمار وحاليا أقمار حول الزهرة وأحيانا عطارد، هناك يعني مشروع له. هناك أقمار صناعية تدور حول الشمس، تراقب الشمس دائما. هذه ليست أقمار صناعية، هذه يعني تعتبر مثل كواكب صغيرة، يعني هي تدور حول الشمس ولا تدور حول أي كوكب آخر. طبعا هناك أقمار حكيت أنا التي هي قريبة من سطح الأرض. هذه الأقمار تسمح بعدة أشياء، واحد من الأشياء اللي نسيت أذكرها أن هذه الأقمار جعلت طائرات الاستطلاع غير مطلوبة، أو طائرات الاستطلاع يعني من شيء من الماضي، لا أحد يستعمل طائرات الاستطلاع خصوصا من الدول المتقدمة جدا، وخصوصا طائرات الاستطلاع السريعة جدا والباهظة التكاليف جدا زي الـ SR-71، هذه كانت سرعتها تصل 3 أضعاف سرعة الصوت، و يعني طائرة مرعبة جميلة جدا، من أجمل الطائرات، من أعظم الإنتاج البشري، لكن تم إحالتها للتقاعد لأنها لا تستطيع أن تهرب من الصواريخ التي يعني مثلا من الأرض، الصاروخ يستطيع أن يلحق بها ويدمرها، فالخطورة هذه تعمل مشاكل كثير يعني سياسية وخطر على الناس. فالنتيجة أنهم استغنوا عن كل هذه الطائرات يعني جميعها، وصاروا يعتمدون على أقمار التجسس. وطبعا دول كثير عندها أقمار تجسس، أهمها أمريكا وروسيا والصين، بالإضافة إلى إيران وإسرائيل وباكستان والهند، يعني تقريبا كل العالم صار عنده أقمار تجسس. على العموم، بالإضافة لأن هناك بعض أقمار تجسس هذه خدماتها للبيع، يعني مثلا إذا السعودية تريد أن تعرف إحداثيات الحوثيين في اليمن مثلا، تستطيع أن تشتري الاستخبارات من إحدى شركات الاستخبارات العالمية، تطرح هذا الشيء للبيع بموافقة الحكومة الخاصة فيها، يعني إذا كان هذه من الحكومة الأمريكية تسمح لهم مثلا أو شيء، ممكن تعطيهم إياها مجانا إذا الحكومة الأمريكية تحب، أو ممكن أنهم يشتروها من شركات متخصصة في هذا النوع من الأعمال. كما قلنا هناك أنواع كثيرة جدا من الأقمار الصناعية ولها استخدامات كثيرة جدا، ونحن حاليا يعني دائما عندنا اعتمادات كبيرة على الأقمار الصناعية، ويمكن التأكد من وجودها في المدارات بشكل دائم يوميا، بإمكان أي إنسان أن يتأكد منها، ولا يوجد احتمال أو شك أو أي شيء أن هذه الأقمار فعلا موجودة. وهذه الأقمار موجودة من 1957 عندما انطلق أول قمر صناعي اسمه سبوتنيك، وهذه الأقمار هي إحدى الإثباتات أو إحدى نتائج الصواريخ العابرة للقارات الـ ICBM. صواريخ العابرة للقارات هذه كانت أول أهدافها، يعني الفكرة منها أنها تخرج خارج الغلاف الجوي وتسقط في مكان آخر. هذا الشيء طبعا يعني مش بس تم تأكيده، حدث بالفعل، يعني قاموا بضرب الصواريخ من مكان إلى مكان وأسقطوا على جزيرة مثلا وضربوه بدون حاجة. كل هذا الشيء يعني مؤكد، وهو أساس الحرب الباردة التي حدثت بين أمريكا وروسيا أو الاتحاد السوفيتي في الماضي، هو الأساس وهو الردع المشترك. فالكل كل يعني البلدين عندهم قدرة نووية كافية لتدمير الآخر تماما، فكانت هذه سياسة الردع المشترك MAD Mutually Assured Destruction، يعني التدمير التدمير المؤكد للطرفين. طبعا يعني أعاذنا الله من هذه النتائج السيئة، لكن هي موجودة، وطبعا لا يمكن أبدا أن نقول أنهم لم يفعلوا هذا ولم يكونوا على أهبة الاستعداد لتدمير بعض والبشرية معهم طبعا. فنتمنى أن لا يحدث من هذه الأمور أي شيء. على العموم، هذا بشكل عام حديث أعتقد وافي عن الأقمار الصناعية وكيف أنها
موجودة ويمكن التأكد منها ونستعملها يوميا، ويعني بدونها ستكون حياتنا صعبة من ناحية الاتصالات، من ناحية البرامج التلفزيونية، من ناحية استخدام الجي بي اس في كل مكان. سأعرج بشكل بسيط على سريع على نظام لوران سي ولوران اي، وهذا النظام الذي كان يستعمل في الماضي لتوجيه السفن. هذا النظام قديم جدا من القرن الماضي وله مشاكل كثيرة جدا، من ضمنها عدم الكفاءة، ثقل الوزن، احتياج لطاقة عالية، لا يعمل إلا في مناطق محددة، يحتاج إلى اتفاقيات دولية كثيرة. هذا النظام للأسف سيتم مؤخرا، تم يعني القرار بإحالته إلى التقاعد، لأنه وبالإضافة إلى أنه لا يعمل فوق الجبال، لا يعمل في داخل الأرض، مشاكله كثيرة جدا ولا يصلح في القرن 21، بالإضافة لعدم الدقة إلى مثلا أنك تستعمل سيارتك في الشارع مثل ما تستعمل الجي بي اس. لهذا سوف يتم إحالته للتقاعد قريبا. طبعا أهم سبب، من أهم الأسباب طبعا لأن هذا الشيء لا يصلح حاليا، هو أن هذا النظام يعني لن تستطيع أنت أن تمشي معك جهاز وزنه 30 كيلو فقط حتى تعرف مكانك، يعني شيء غير منطقي. وهذا ما يتطلبه هذا الجهاز. هو ينفع للسفن وخصوصا في الأطلنطي، مثلا الأطلسي، في المحيط الأطلسي، شمال الأطلسي، ممتاز. لكن في الأماكن الأخرى أولا تغطية غير موجودة، ثانيا يعني لا يمكن مثلا للسفن الصغيرة استعماله، طاهظ الثمن، الأجهزة معقدة. في مقابل الجي بي اس رخيص، تكلفة القطعة التي اللاقط للجي بي اس لا تتعدى $3، تستطيع موجودة في كل أجهزة التليفونات حاليا، بعض الكاميرات موجود فيها بالسيارات في كل مكان لأنها رخيصة جدا، يمكن أن تشتريها لوحدها. فعمليا لا يوجد، هو بديل، يعني الجي بي اس بديل ممتاز جدا ودقيق جدا، ويغنيك عن كل هذه الأمور الثانوية أو القضايا التي كانت في الماضي لها استخدام وليس لها استخدام الآن إلا في نظرية المؤامرة وفي أفكار الناس الذين يؤمنون بها. على العموم تحياتي للجميع. إذا عندكم أسئلة على الأقمار الصناعية تفضلوا اسألوني، وإن شاء الله سأجيبكم في الوقت المناسب. تحياتي لكم وأراكم في فيديو قادم. لايك شير سبسكرايب، لايك هيك وشير وسبسكرايب، ماشي؟ وبعدين فعل الجرس علشان لما أحط إشي جديد تسمعوا. أوكي، السلام عليكم.